قتلته جرثومة ثم ظهرت بين ورثته بعد 300 عام. كان الوحيد بين جميع من سبقوه أو خلفوه في المنصب الذي يموت بسبب الجمرة الخبيثة، إلا أن هذه الجرثومة هاجمت سلالته بعد ذلك بقرون. هو السلطان العثماني سليم الأول، الحاكم القوي الذي فرحت كل أوروبا لموته، حيث أصيب فجأة بمرض عضال قضى عليه في فترة وجيزة، إلا أن الجمرة الخبيثة عاودت الظهور مرة أخرى أيام حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وهو الأمر الذي ذكرته ابنته عائشة في مذكراتها، حيث تحدثت مطولا عن الموضوع وصبت جم غضبها على طبيب عبد الحميد لأنه أشار أيضا في مذكراته إلى وجود الجمرة الخبيثة في السراي. فما هي تفاصيل الأحداث التي وقعت وارتبطت بهذه الجمرة؟ عن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. ذكر في كتاب سلاطين الدولة العثمانية للمؤلف التركي صالح كولين، وبمقدمة من أحد أحفاد سلاطين العثمانيين وهو عثمان أوغلو، بأنه حسب التاريخ الموثق فإن سليم الأول مات مصابا بجرثومة الجمرة الخبيثة. ذكر بأن أطباءه حاولوا علاجه منها، إلا أنه كان مصابا بنوع محدد منها وهو الجمرة الخبيثة الجلدية. ولقد ذكرنا في فيديو سابق بأن السلطان سليم القاطع قد عانى في أواخر أيامه من دمل بين كتفيه كان أحد أعراض هذا المرض. مات السلطان سليم بعد أن عانى كثيرا، لكن هذه الجرثومة الخبيثة عاودت الظهور بعد 3 قرون في زمن السلطان عبد الحميد الثاني. وحسب الطبيب الجراح جميل باشا فلقد ظهرت الجمرة الخبيثة في قصر السلطان عبد الحميد مهددة بقوة السلطان والحاشية. تفشت الجرثومة في القصر وسعى السلطان عبد الحميد للتخلص منها، إلا أنها أصابت بعض الموظفين القريبين منه، فمرضت مثلا الكالفا دي الأسرار، ولقد أجرى لها الأطباء عملية جراحية كمحاولة لإنقاذ حياتها. كثرت الإصابات في القصر وخشي الجميع أن يصل المرض إلى السلطان عبد الحميد كما وصل قبل ذلك إلى جده سليم الأول. فلقد ذكر الروائي التركي أوكاي ترياقي أوغلو بأن وفاة سليم الأول قد تم تأكيدها بأنها كانت نتيجة للجمرة الخبيثة. ويروى عن سليم الأول أنه قال لطبيبه مرة: منذ زمن طويل أحس في ظهري بحكة ووخزة، ربما دمل أو حبة، ومن ثم تم تشخيصها بالجمرة الخبيثة. وبالتالي أعزائي فإن السلطان سليم الأول قد توفي بهذا المرض الذي ظهر بين أحفاده وإن لم يصبهم بعد 3 قرون ليهددهم مرة أخرى بوحشية كبرى. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أردنا من خلاله أن نوضح سبب وفاة السلطان سليم الأول. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.